شكر استاذ ابراهيم الامبابي رئيس الشعبه العامه للدخان والسجاير. استاذ ابراهيم اهلا بيك. اهلا بك يا استاذ تامر. اهلا بيك يا استاذ وائل. استاذ ابراهيم اتفضل. انت موافق على الكلام ده الاستاذ اسامه رئيس رابطه السجائر في القاهره والجيزه؟ يا استاذ وائل يا استاذ وائل ارجوك، مش اي واحد عامل صفحه على الفيسبوك اجيبه استضيفه يقول افكار بلبله ويهد الصناعه اللي كيانها يعني مليارات. يا استاذ وائل مفيش حاجه اسمها رابطه تجار السجاير، مفيش حتى كيان في الغرف التجاريه او اتحاد الصناعات المصريه، مفيش حاجه اسمها كده يا استاذ وائل. ده الف تصريحات قبل كده خرب شركات السجاير. يا استاذ وائل ما ينفعش اجيب واحد اي واحد كده ويطلع حاجه في مخه ويطلع يهد لنا الصناعه كامله. هو هيهد لك السجاير ولا ايه؟ اديله فرصه يا استاذ وائل. يا استاذ وائل احنا ناس محترمين، شركات محترمه، ايه الحشيش وايه الكلام ده؟ وقبل كده طلع تصريح يا استاذ وائل قال ان مصانع السجاير قللت الانتاج، عمل بلبله في السوق. يا استاذ وائل ما ينفعش، مش اي واحد يجي يقول لك انا فلان اطلعه، اتحقق الاول اخر من شخصيته. حرام كده، كده ما ينفعش يا استاذ وائل، كده ما ينفعش. طيب خلينا اسمع تعليقه وخليك معايا يا استاذ ابراهيم. اسمع تعليقه. اتفضل. مش استاذ ابراهيم امبابي يا فندم رئيس شعبه السجاير في اتحاد الصناعات المصريه؟ ايوه رئيس الشعب العام للدخان والسجاير. اهلا وسهلا، متشرفين بحضرتك يا فندم. اهلا بيك. كنا نتمنى يا فندم خلال الفتره اللي فاتت يعني نقابل حضرتك كده وتفيدنا وتقول لنا حضرتك قدمت ايه في قطاع السجاير. اسمح لي بس اكمل كلام يا فندم. لا يا فندم، يا فندم احنا عملنا كل، معلش قابل سيادتك بصفتك ايه؟ انت عندك محل سجاير يا فندم؟ نعم يا فندم. انت عندك محل سجاير اساسا؟ لا يا فندم، انا عندي، انا سريح كده وبقف على الرصيف كده باكل عيش كده في مكان بسيط. تاكل عيش؟ يبقى تاكل عيش في اختصاصك، اما تتدخل فيما لا يعنيك ما يصحش. طيب حضرتك يا فندم بما ان حضرتك رئيس الشعبه، حضرتك قدمت لنا ايه خلال الفتره اللي فاتت تخدم بيه على الشركات وعلى المستهلك في الفترة؟ اسمح لي لو سمحت. لا ما انا مش عامل بقى عليه. قدمت لنا ايه؟ ايه علاقة ده بانك؟ لا معلش يا فندم، هو النهاردة، هو النهاردة ايه علاقة ده بانك في النهاية ماشي اوكي تقترح تقنين حشيش؟ هو النهاردة يا فندم بيلغي شخصيتنا وبيلغي كياننا والكلام ده كله. انا بس في سؤال انا عايز اطرحه على حضرتك، ويا ريت يعني مع كامل احترامي لحضرتك وما بقللش من شأنك. اتفضل. حضرتك يا فندم قدمت لنا ايه وقدمت للسوق ايه خلال الفتره اللي فاتت اللي زادت فيها اسعار السجاير؟ قدمت ايه للشركات وقدمت ايه للمستهلك؟ ارد على سيادتك. اتفضل. ارد على سيادتك. اتفضل. كلامك متناقض اساسا. سيادتك بتقول عايز تقنن عشان تزود ميزانيه الدوله. سيادتك لما رفعنا السجاير احنا عاتبنا وزير الماليه وقلنا له المفروض كنت اشتركت معانا وعدلنا له وخدنا وعد بعدم زياده السجاير وقلنا له زود على المستورد، ما تزودش على الفئه الواطيه. احنا بنشتغل بس لنا كيان. وبالفعل يا فندم الزياده تمت على كل القطاعات. واحنا وخلاص واعترفوا بخطاهم الحكومه وقالوا احنا اخطانا. انت سيادتك عشان مش في مجالنا، انت مش في مجالنا فانت مغيب. ايه اللي دخل حشيش وايه اللي دخل المصانع؟ يا استاذ احترم، احنا مهنه محترمه. يا ابراهيم بيه لو سمحت، يا ابراهيم بيه لو سمحت، احنا قلنا لمشاهدينا الكرام احنا لو بنثير فكره زي كده احنا بنحاول نخلي الناس تفكر بطريقه مختلفه. اديني فرصه يا دي خارج الصندوق بتاعك ده. اديني فرصه لو سمحت، اديني فرصه لو سمحت. خلاص انت عند حضرتك في مصر النهارده تجارات يا فندم. يا فندم ممكن تقول لي الرابطه دي انت كونتها فين؟ على الفيسبوك ولا ايه بالظبط؟ انا عايز افهم. انت اولا الغرف التجاريه انكرت ان عندها رابطه. الشيء الوحيد المنوط بهذه الصناعه وهذا الاستثمار هي الشعبة العامة للدخان والسجاير باتحاد الصناعات المصرية. أنا منزل لك النهارده كلام لو سيادتك قريته في الوقت صفحة 12 هتسكت بقى كده عيب كده انت حال شخصية. طيب احنا مقدمين ورقنا يا فندم في وزارة التضامن الاجتماعي. تضامن ايه يا فندم؟ واخد بال حضرتك؟ احنا جمعية أهلية يا فندم، احنا جمعية أهلية. جمعية أهلية سجاير وحشيش يا راجل عيب بقى يا فندم. برضو حضرتك بتخلط الاوراق ببعضيها وبتقول ان احنا بنروج للحشيش.
يا استاذ امال انت كل ده وما بتروجش الحشيش؟ كل ده